لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. قصر قرطاج، خو وزير تونسي سابق يفضح مرض قيس سعيد وسبب إقامته في مستشفى عسكري. وطن قصر قرطاج، خو وزير تونسي سابق يفضح مرض قيس سعيد وسبب إقامته في مستشفى عسكري. موقع كل يوم. وطن، أصبحت الحالة الصحية للرئيس التونسي قيس سعيد حديث الرأي العام المحلي والدولي بعد غيابه الرسمي عن أي تظاهر أو لقاء ثنائي مع أحد وزرائه أو حتى البعثات الدولية في البلد. وما ازداد من شكوك التونسيون تدوين وزير خارجية سابق أكد فيها تعرض سعيد لأزمة صحية ألزمته المستشفى منذ أكثر من أسبوع وسط تعميم أطبقته رئاسة الجمهورية. وزير تونسي سابق يكشف مرض قيس سعيد. وقال عبد السلام الرجل راقد في المستشفى العسكري، وما زاد على ذلك أفلام وخزعبلات وربي يفرج على جميع المؤمنين. وتابع قصر قرطاج، قو على عرشه إلا من الأمن الرئاسي. وأضاف كان يسعى الرئاسة إصدار بلاغ تعلم فيه الرأي العام التونسي بأن الرئيس داخل المستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج أثر تعرضه لأزمة صحية طارئة مع تضامن تمنياتها بالشفاء العاجل له، كما يجري في الدول التي تحترم نفسها. حقيقة مرض قيس سعيد، يعود تاريخ آخر ناشط رئاسي إلى 22 مارس آذار 2023، وهو ناشط ذو طبيعة احتفالية حتى حيث هنا هن الرئيس قيس سعيد التونسيون من مسجد الزيتونة بحلول شهر رمضان، وهو الظهور الذي أثار موجة واسعة من انتقادات. وقالت ان الرئيس التونسي قيس سعيد لن يستقبل المفوض الاوروبي للاقتصاد بولو جونيوني الذي وصل الاثنين الى تونس زيارة رسمية حسب ما ذكرت بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس، خلفا لما كان متوقعا. واشارت البعثة الاوروبية في تصريحات لوكالة نوفا ان جونيوني التقى صباح الاثنين بوزير الخارجية التونسي نبيل عامر، فيما ينبغي أن تجري محادثات مع وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تختتم بعد الظهر بلقاء وزيرة المالية التونسية سهام البوغاديري ومحادثة أخرى في مبنى الحكومة مع رئاسة الحكومة التونسية نجلاء بودي. وذكرت ذات الوكالة إنه كان من المفترض أن يدلي المفاوض ببعض التعليقات للصحفيون خارج قصر قرطاج بعد اجتماعه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، مع قبو أن سبب إلغاء الاجتماع لا تزال غير واضحة وفق ما روي في برقية الوكالة الإيطالية. من جانبها قالت وزارة الخارجية التونسية الاثنين أن الوزير نبيل عامر استقبل المفاوض الأوروبي للاقتصاد الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس. المصدر وطن يغرد خارج السراب قطر.